بذر الكتان أقدر بصراحة أقولكم أهم بذر من بين البذور الدهنية الموجودة في العالم، لأنها تحتوي على أكبر نسبة من الأوميغا 3. الأوميغا 3 أهم الدهون اللي الجسم ما يقدر يصنعها، يضطر إلى أن يتناولها من برا. كل 100 غرام من بذر الكتان ب 520 سعرة، فإذا سعراته كلش عالية. وخلوا بالكم بويا هذا إذا ما ينطحن ما بيفيد، يعني إذا تاكلوه هيجي بدون ما تطحنوه، لأن بجدار ما ينحل في أمعاء الإنسان. زين، من ما ينحل مثل ما مثلا حب الرقي إذا واحد ياخذه يطلع ويا الخروج حب رقي، ليش؟ يعني الجدار ما لم ينحل. بذر الكتان إذا ما ينطحن هم نفس الشيء. أكفد مسألة أخرى، من ينطحن ما لازم يطول هواي، لأنه يفسد، يزنخ الدهن ماله، يزنخ يتأكسد، يصير بريحة، يصير مضرة. فعلى هالأساس 3 أسابيع 4 أسابيع عندكم مجال، وأفضل شيء تخلوها بالثلاجة في الشيء غطية، يعني لا بطل شفاف، النور ما لازم يوصل لها وما لازم يصل له، سدون باب خلوه بالثلاجة قد يطول في شهر شهرين. من تأخذون الدهن ماله كل 100 غرام من الدهن زين 55 غرام أوميغا 3 بي، فنسبة جدا جدا عالية، حتى أكثر من النسبة الموجودة بالأسماك اللي هالقد قلنا مفيدة.